يقول فضيلة الشيخ، قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فما الصواب مأجورين؟ هذا خطأ، وليس هذا حديثا، ليس هذا حديثا، إنما قال به بعض العلماء المعاصرين، ولا نعرف من القدامى من قال بهذا. والصحيح أن اليدين توضعان على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع، لأن ما بعد الركوع قيام مثل ما قبل الركوع، ولم يرد فيما أعلم دليل يخصص ما بعد الركوع بعدم الرفع، إنما هذا قول من قائله، والله يغفر له.